لتسليط الضوء أكثر على الجدل الدائر بشأن الانتخابات المنتظرة، ينضم إلينا دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. أستاذ صباح، بداية مرحبا بك. اللجنة القانونية البرلمانية تسعى للنص على معاقبة من يحاول التزوير أو يحاولون التزوير في قانون الانتخابات الجديد. من برأيك يمكن أن يقوم بهذه الجريمة وفق مقتضيات الواقع منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ تحية لكم ولمشاهديكم. حقيقة ما يحصل في العراق في الظرف الحالي محاولات للالتفاف على أهداف التظاهر والحراك الشعبي بالعراق حقيقة يدلل على أن هذه القوى لا تريد انتخابات شفافة، انتخابات بعيدة كل البعد عن التزوير لما حصل من 4 دورات انتخابية سابقة. استطاعت الأحزاب السياسية الفاسدة حقيقة والمرتبطة بأذرع مسلحة، استطاعت الدورات السابقة أن تلعب بنتائج الانتخابات بشكل مفضوح، وخاصة في 2018 كما حصل في عمليات السرقة للصناديق أو عمليات الحرق أو غير ذلك. ولذلك نلاحظ اللجنة الخاصة في الإشراف على الانتخابات ما تؤكده في هذا الجانب في اعتقادي لن تتمكن ولن تطول أن تصل إلى الجهات التي تقوم بعمليات التزوير إذا ما حصلت في الانتخابات القادمة. إذا بسبب لسبب مهم جدا، وهو أن القوى السياسية النازلة إلى ساحة الانتخابات تمتلك من السلاح والقوة والميليشيات التي تعمل على من لم يسكت يسكتوه بالرصاص حقيقة، وهذا الذي قد يحصل في اعتقادي. ومن المحتمل أن تكون الانتخابات القادمة بالنسبة لنسبة المشاركة فيها لا تزيد عن 30 إلى 20% في اعتقادي إذا ما استمرت عمليات الاغتيال للناشطين، وكذلك أيضا تكميم الأفواه وإقرار قانون المحاسبة الإلكترونية والمحاكمة والعقوبات الذي يعتبر تكميما للأفواه. طيب، إذا كانت هناك أستاذ صباح مخاوف من حدوث تزوير مشروع، وخاصة يعني أن هناك سلاحا منفلتا ونفوذا للميليشيات في العراق، يعني في عملية من المفترض أنها سلمية في أجواء من التظاهرات، من المنظور الشعبي طبعا، يعني هل تتوقع إقبالا شعبيا على الانتخابات المحتملة؟ كما تعلم أن هناك يعني انتخابات سابقة كانت بها نسبة تزوير فاقت 80%، فكيف تنظر إلى مستوى الإقبال الشعبي بعد كل هذا الفشل الحكومي الواضح واليأس من السياسيين في العراق؟ في اعتقادي سيكون ضعيفا كما قلت إذا استمرت عمليات المطاردة والاعتقال والاغتيال للناشطين، لأن الشعب العراقي أدرك بأن الثورة التي قامت من قبل الشباب والتي تهدف إلى عملية بناء دولة مواطنة حقيقة، هناك برنامج لدى القوى السياسية المتمسكة بالسلطة منذ 2003 ولغاية الآن تعمل باتجاهين: اتجاه العمل على ترويض الشارع والعمل على كسبه وضمه تحت مظلتها في الانتخابات القادمة، أو العمل على تصفيتها، وهذا ما حصل في الناصرية وما زالت عمليات الاغتيال وعمليات تكميم الأفواه في المدن العراقية مستمر من قبل القوى السياسية التي ستنزل إلى الشارع في الانتخابات القادم. أستاذ صباح، رغم صراع شركاء العملية السياسية والأحزاب الطائفية على الانتخابات والمناصب، إلى أي مدى تتوقع أن يقبل الشارع المنتفض هو يعني الآن ومنذ عام، إلى أي مدى تتوقع أن يقبل
تدوير نفس الوجوه التي ثاروا عليها، وخاصة أن هناك سلطة للأحزاب لا تسمح ربما بإفراز وجوه جديدة. في اعتقادي ليس عملية إفراز، وإنما العمل على كسب عناصر جديدة بأسلوب عمليات الإغراء المختلفة، خصوصا والعراق يعيش ظروف مالية واقتصادية واجتماعية سيئة، وهذا قد يعطي الإمكانية لمكسب ما، ولكن عدم وجود بيئة خصبة لإجراء انتخابات لو نقل 50% شفافة سيرضى بها الشارع، ولن يسمح بعملية تدوير الوجوه والعمل على استعادة عملية المحاصصة وعمليات بيع المناصب وغيرها بعمليات تشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات. ولذلك نلاحظ زيادة كبيرة جدا لدى الشارع في الوعي، وهذا سيعطي إمكانية. أما إفشال الانتخابات أو العمل على تغييرها بالنسبة معينة. شكرا لك دكتور صباح علاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.